أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معا الآن بالدرس الثاني من الوحدة الثالثة، وهو بعنوان التوازن البيئي. نتعرف أولا على ما هو النظام البيئي. النظام البيئي هو أي مساحة طبيعية تحتوي على كائنات حية ومكونات أخرى غير حية. يبقى النظام البيئي هو أي مساحة طبيعية تحتوي على كائنات حية ومكونات أخرى غير حية. إذن مما يتكون النظام البيئي؟ يبقى يتكون النظام البيئي من كائنات حية ومكونات غير حية. يتكون النظام البيئي من كائنات حية ومكونات غير حية. الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوان والنبات، والمكونات غير الحية مثل الماء والهواء والتربة. نقول تاني، الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوان والنبات، والمكونات غير الحية مثل الماء والهواء والتربة. إذن أي نظام بيئي لازم يشتمل على هذه الكائنات الحية وهذه المكونات غير الحية. ما هي أنواع الأنظمة البيئية؟ يعني الأنظمة البيئية أنواعها إيه؟ أولاً بتتنوع الأنظمة البيئية ويمكن تصنيفها بالنسبة لحجمها إلى ثلاث أنواع. نمرة واحد، بيئة صغيرة. نمرة اتنين، بيئة كبيرة. نمرة تلاتة، بيئة كبيرة جداً. البيئة الصغيرة مثل قطعة أرض أو بركة ماء، والبيئة الكبيرة مثل الغابة، الصحراء، المحيط، والبيئة الكبيرة جداً وهي نظام بيئي موحد قد يشمل الأرض كلها أو الكرة الأرضية كلها. إذن ما هو التوازن البيئي؟ التوازن البيئي هو التوازن الذي يحدث للبيئة نتيجة التفاعل المستمر بين مكونات النظام البيئي، ولكن بتوجد عوامل قد تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي بين مكونات النظام البيئي، وبتوجد عوامل أيضا تعمل على حفظ التوازن البيئي. يبقى التوازن البيئي هو التوازن اللي بيحدث للبيئة نتيجة التفاعل المستمر بين مكونات النظام البيئي، يعني بين المكونات اللي هي الكائنات الحية والمكونات غير الحية. طيب إذن في هنا عوامل هتؤدي إلى اختلال التوازن البيئي بين مكونات النظام البيئي، وفي عوامل أخرى هتعمل على حفظ التوازن البيئي. تعالوا مع بعض نتعرف على عوامل الإخلال أو الاختلال بالتوازن البيئي. طبعا عوامل الاختلال بالتوازن البيئي أو بالنظام البيئي هما عاملين. العامل الأول هو تغيرات طبيعية، والعامل الثاني هو تدخل الإنسان. التغيرات الطبيعية هنتكلم عليها برضو تفصيلياً. يبقى أولاً هنتكلم على التغيرات الطبيعية. بتؤدي التغيرات في الظروف الطبيعية إلى اختفاء بعض الكائنات الحية وظهور كائنات أخرى. من أمثلة الحيوانات المنقرضة بسبب التغيرات الطبيعية هي الديناصورات، وده كان في العصور القديمة. يبقى بتؤدي التغيرات في الظروف الطبيعية إلى اختفاء بعض الكائنات الحية وأيضا إلى ظهور كائنات أخرى.
من أمثلة الحيوانات المنقرضة بسبب التغيرات الطبيعية هي الديناصورات، وده كان في العصور القديمة. ومن العوامل التي تؤدي أيضاً إلى الاختلال بالتوازن البيئي عوامل خاصة بالإنسان، هي تدخل الإنسان بصورة خاطئة في البيئة. تؤدي بعض الأنشطة اللي بيقوم بها الإنسان إلى الإخلال بالتوازن البيئي. فما هي هذه العوامل؟ هذه العوامل مثل قطع الأشجار وحرق الغابات وتلويث البيئة وتجريف التربة. يبقى من العوامل التي تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي بسبب تدخل الإنسان هي قطع الأشجار وحرق الغابات وتلويث البيئة وتجريف التربة. طيب إيه العوامل اللي بتعمل على حفظ التوازن البيئي؟ هنتكلم على دور الافتراس في حفظ التوازن البيئي، وأيضاً على دور الترمم في حفظ التوازن البيئي. يبقى هنتكلم عن دور الافتراس ودور الترمم في حفظ التوازن البيئي. أولاً هنتكلم على الافتراس ودوره في حفظ التوازن البيئي. بيعمل الافتراس على تنظيم وثبات أعداد الفرائس. يبقى الافتراس بيعمل على تنظيم وثبات أعداد جماعات الفرائس، وده بيجعل الغذاء كافيا له، وبيخلص جماعات الفرائس من الأفراد الضعيفة والمريضة. طب ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إنه بيسمح للأفراد القوية بالبقاء على قيد الحياة، والتكاثر لتضيف إلى الجماعات أفراداً قوية، هتضيف إلى الجماعات أفراد قوية. يبقى دلوقتي الافتراس بيعمل على تنظيم وثبات أعداد الفرائس، تنظيم وثبات أعداد الفرائس، وده اللي بيجعل الغذاء و غير ذلك كافيا لها، وبيخلص جماعات الفرائس طبعا من الأفراد الضعيفة والمريضة، وده اللي بيسمح للأفراد القوية بالبقاء على قيد الحياة، والتكاثر لتضيف إلى هذه الجماعات أفرادا قوية. طب نتكلم أيضا على دور الترمم في حفظ التوازن البيئي. بيعمل الترمم على حفظ التوازن البيئي، وذلك بقيام الكائنات المترممة أولاً بتحلل جثث الكائنات الميتة والبقايا العضوية، بتحلل جثث الكائنات الميتة والبقايا العضوية، فبتخلص النظام البيئي منها. يبقى نقول تاني، بيعمل الترمم على حفظ التوازن البيئي، وذلك أولاً بقيام الكائنات المترممة مثل الفطريات ومثل البكتيريا المحللة. دي بتقوم بتحلل جثث الكائنات الميتة والبقايا العضوية، فتخلص النظام البيئي منها. طيب العامل الثاني، إن هذه الكائنات المترممة بتحلل جثث الكائنات الميتة والبقايا العضوية. طب وده بيؤدي إلى إيه؟ إن بيعيد إلى العناصر الكيميائية الغذائية، بيعيد العناصر الكيميائية الغذائية إلى البيئة مرة أخرى. دي زي إيه؟ زي الكربون والنيتروجين والفوسفور. يبقى نقول تاني، الكائنات المترممة بتحلل جثث الكائنات الميتة والبقايا العضوية. طب ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إن ده بيعيد العناصر الكيميائية الغذائية مرة تانية إلى البيئة، ودي العناصر دي زي إيه؟ زي الكربون
والنيتروجين والفوسفور. وده كان آخر جزء في منهج الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.